السلام الناس، مرحبا بكم في قناة ساحرة ماستر شيف. فيديو جديدة ووصفة جديدة. اليوم غادي نوجد معكم واحد الحلوى او ديسير بمناسبة رأس السنة. نتمنى تعجبكم الوصفة اللي هي عبارة عن حلوى مستوحاة من الشوكولات ديال فيرير روشيه بدون فرن، سهلة يعني في التوجد وحتى في المونتاج ديالها. تيقوا بيا البنات، بنينة بنينة بزاف، لانه الا كنتو كتاكلوا الشوكولات ديال فيرير روشيه عندها نفس المذاق. غادي نخليكم دابا مع المقادير والطريقه، ولا عجبتكم وجربتوها خليو هدية في التعليق، ولا كان اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي خليو لي اشتراك ولايك باش نزيد مازال فيديوهات جداد ووصفات جداد، ودعموني وتشجعوني البنات ما تمشيوش. بالنسبه للمقادير البنات ديال هاد الحلوه هذه، غادي نحتاجوا البات فويتي اللي انا ديجا مطيباها وقطعتها على حسب المول اللي هنايا، يعني غادي نحتاجوا على حسب المول نتوما اللي غادي تستعملوا. الا كانت غديروا حلوه كبيره غادي ديروا يعني عينكم ميزانكم على حسب المول اللي غتستعملوا. عندي انايا هنايا عندي هاد القالب هذا فيه تقريبا 20 على 15، يعني احتاجيت شنقول لكم واحد اللاطه كبيره ديال هذا ديال البات فويتي، يعني ولا كنتو غتشريوها واجده. جوج ديال الورقات راه كافيين. غادي ناخذوا اترو ديال هذا لا كريم فريش اللي مونطيتها مع يعني بالنسبه للاترو كديروا 5 ديال المعالق كبار ديال السكر كلاصي، يعني في 100 مليلتر كتجي عشقه كبيره ديال السكر كلاصي. انا قسمتهم، خليت هنا بيضه باش غادي نزوق بها، وهذه غادي نحطها هنايا في هاد لابول. هذه هنا عندنا غير لا كريم فريش مونطي اللي كتولي عندنا كريم شونتي، غادي نحطها هنايا. ومن بعد غادي نزيدو عليها النوتيلا، جهد 3 المعالق كبار نم، غادي نزيدهم على هاد لا كريم فريش ديالي. تيقول البنات ملي غادي تاكلوها وغتجربوها بنفس هاد المقادير هادو، غادي تشوفوا بانه يعني كتاكلوا بحال هذاك الشوكولات ديال فيرير روشي. من بعد غادي نبقى نخلط هاد لا كريم ديالي. تيندمج تقريبا هذاك داك الشوكولات مع لا كريم شونتي بهذه الطريقه. هذه كتشوفوا كيولي عندنا اللون كيتغير. من بعد غادي ناخذوها وغنديروها في ساكابوش. يعني مناسبة راس العام اللي بغيتو تحتفلوا مع العائلة ديالكم وما عندكمش الوقت، لأنه كيكونوا بزاف ديال التحضيرات، يعني العائلة كتكون مجموعة، كيكون يعني بنادم كيوجد العشاء وشي أطباق أخرين. يعني بالنسبة للحلوى قررت ولا فكرت ندير معاكم حلوى اللي ساهلة ودغيا كتمونطي، يعني ما كتاخدش الوقت، والأهم أنها كتجي بنينة. المهم درتها في ساكابوش، غادي نقطعو. وغادي نعمر به هاد لامول ديالي اللي انا ديجا فرشت فيها الطبقه الاولى ديال thank you.
من بعد غادي ناخد نوازيت اللي قرملتوه في الفران، غادي نرشو بالطريقه هذه. المهم نغطيو به هذاك الشوكولاط ديالنا ولا هذيك لاكريم بالنوتيلا. من بعد عندي هنايا شويه ديال الشوكولاط اسود اللي درتو في الباماري يذوب، غادي ناخذو غير بحال هكا بالمعلقه ونبدا نوزع فيه بطريقه يعني عشوائيه بهذا الشكل، حيت هو ملي تيجمد يعني وكيبرد هاد الحلوه كندخلوها الثلاجه هاد الشوكولاط هذا كيجمد. من بعد ملي كتبداو تاكلوا فهاد الحلوه هذه كتحسوا بدوك الطرفه ديال الشوكولاط كيبداو يتقرمشوا. انا دابا غادي ندير الطبقه الثانيه ديال الباتفويتي وغادي نكمل معكم الطريقه. هنا البنات كيبشتو ديال الطبقه الثانيه ديال الباتفويتي، من بعد غادي نبدا نحط الطبقه الثانيه ديال هذا ديال لاكريم. هنا كيف كتشوفوا بعد ما سالينا الطبقه الاخرى ديال لا كريم فريش غادي نرشو هذا الشوكولاط غابي، يعني ثاني تزيين كيبقى ثاني على حساب الذوق ديالكم، غير هو باش نبقاو في لوتين ديال فيرير روشي من الاحسن نزينو بالشوكولاط وبالنوازيت. ثاني نوازيت بعد شط لي شويه ديال لاباط فويتي غادي نزوق بها بحال هكا. هنا عندي الشوكولاط الفيريرو روشي غادي نحطوه باش يكون غابي الحلوه ديالنا، ومن بعد غادي ناخذ الشوكولاط ونبقى نديه بحال هكا وندير به خطوطه. هاد الحلوه البنات راه يمكن لكم تستعملوه حتى هذا حتى الجينواز، يعني الا بغيتو الحلوه تكون رطبه. انا درتها بلاباط فويتي لانه اللي كنعرفو داك الشوكولاط ديال الفيريرو روشي تيكون فيه هذيك الكروكون ديال بحال لاباط فويتي بحال ديك الباستا اللي كناكلو. المهم كنبقى غاده بهذه الطريقه هذه. انا غادي نحيد لامول وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كيف تشوفوا البنات انا حيت لامول هذاك لاموس اللي كيكون عندي في الجناب بحال هكا، غادي نزوقو حتى هو بالنوازيت وغادي نرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا البنات. كيف كتشوفوا عندنا لاباط فويتي من التحت، عندنا الطبقه ديال لاموس ديال نوتيلا بنوازيت وشوكولاط كروكون، كنديروا الطبقه الثانيه ثاني ديال لاباط فويتي فوقها هذه لا كريم شونتي، وكنجيو من الفوق وكنلوحو من الفوق هذاك الشوكولاط غابي والنوازيت تا هو كروكون والشوكولاط اللي كيكون دايب.
كنزوقها من هنايا بشويه لاباط فويتي اللي كتكون شاطت ليا. هنا عندي ديال الشوكولا ديال الفيريرو روشي باش يكون الغابيل المذاق ديال الحلوه ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي، يعني كتجي عائليه وكتجي بنينه بزاف وسريعه في التحضير، يعني ما فيهاش حوايج اللي كيكون خصهم يطيبوا في الفران، يعني كل شيء كيكون بارد ودغيا كتمونطا. يعني هذه هي الحاجه الايجابيه فيها وكتجي بنينه بزاف. نتمنى تجربوها البنات وخليو ليا في التعليق الى عجبتكم هذه الحلوه هذه، وخليو ليا اشتراك، وان شاء الله مازال بزاف ديال الوصفات جايين وبزاف ديال الفيديوهات ديال الطبخ، خاصني غير شويه ديال الوقت باش ندير لهم المونتاج. ونتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وسنه سعيده بكل ما كتمنوا يا ربي، والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.